بالنسبة للحقوق بعد المتابعات مع هيئة التقاعد والتقاعد العسكري، اعتبر كل 1957 ضحية المفقودين والذي تم العثور عليهم كلهم في عداد الشهداء، وصدرت لهم شهادات وفاة بعنوان شهيد منجز، وصرفت لهم حقوقهم التقاعدية لعوائل الشهداء 1,200,000 دينار إسوة ببقية شهداء الجيش والشرطة. وكذلك هناك بعض الحقوق البسيطة التي سلمت من رئاسة الوزراء، أمانة مجلس الوزراء 10,000,000 دينار لكل عائلة، و6,000,000 لقضية الدفن وغيرها. ولكن لحد الآن هناك فروقات تقدر ب 25 مليار دينار يجب أن تصرف من وزارة المالية ومعاملتها كاملة لتوزع على عوائل الشهداء ما يقارب كل عائلة قريب 26 مليون دينار. هي فروقات لرواتب متراكمة فترة اعتبارهم كانوا مفقودين، وهذا الموضوع متأخر. وهناك حقوق مادية بعهدة المحافظين بمنح قطع أراضي، وحقوق معنوية بعهدة وزارة الدفاع بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة.